السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ معكم أخوكم موسى من قناة جيمز ستيشن. اليوم جايب لكم لعبة السيارات المعروفة، لعبة جدا مشهورة اللي هي تست درايف أونليميتد 2. طبعا اللعبة جدا قوية يا شباب. اللعبة نزلت من فترة طويلة يعني، بس ما نزل لها أجزاء، هذا الجزء الوحيد اللي نزل. طبعا اللعبة نزلت على سوني 3 وعلى الاكس بوكس، أعتقد على الاكس بوكس 360. طبعا اللعبة موجودة على البي سي، حبيت اشرحها لكم يا شباب، لكن شوية طريقة تشغيل اللعبة شوي غريب، فخلكم مركزين معي يا شباب. طريقة جدا سهلة. اول شيء يا شباب راح نروح لتحميل اللعبة عن طريق التورنت. اول شيء تنتظر 5 ثواني وتضغط على تخطي الاعلان، بعد كذا تضغط على التحميل من خلال المتصفح، راح يجيك مجلد مضغوط. بعد ما تفك الضغط راح يجيك ملف التورنت. طبعا لازم يكون عندك برنامج التورنت هذا عشان تقدر تحمل الالعاب. بعد ما تضغط على التورنت راح تبدا اللعبه تحمل معك، وراح تجيك بهذا الشكل كذا، راح تجيك 3 ملفات. طبعا هنا الكي اللي هو المفتاح راح نحتاجه، وراح تلاقي قرص لازم انك تركبه وتستخدم برنامج الاقراص الوهميه، وهذا ما راح نحتاجه، ذا مو ضروري. تمام يا شباب، تروح وتركب القرص. بعد ما تركبه راح يجيك هنا من بين اجهزه او الديسكات حق الكمبيوتر حقك، تنزل تحت كليك بيمين الماوس تضغط عليه اوبن، بعد كذا تروح لكلمة انستولر تشغلها يس، تختار اللغة وتضغط على موافق. طبعا هو كاتب لي اني انا مثبتها من قبل، بس الطريقة جدا سهلة. اول ما تضغط طبعا وتكمل الاعدادات راح يطالبك بالسيريال نمبر. لما يطالبك بالسيريال نمبر ترجع للخلف، طبعا ترجع للخلف لمجلد اللعبة، وراح تلاقي اللي هو الكي اللي هو السيريال نمبر، وتبدا تنسخ وتلصق تنسخ وتلصق، وتضغط على موافق وتتابع تثبيت عادي، مره جدا سهل ما في اي مشاكل. بعد ما تثبت اللعبه وتنتهي راح تجيك ايقونه على سطح المكتب. طبعا في ابديت، الابديت مو ضروري، اللعبه راح تشتغل بدون ابديت. انت اذا حبيت تحمل الابديت تتبع الاتي، تروح للرابط بالوصف تضغط على تخطي الاعلانات، بعد ما تنتظر 5 ثواني وتروح محمل الابديت، راح يكون الابديت الرابع. الابديت الخامس ما له تحميل لانه راح يظل واقف معك، ما في ابديت خامس لانه توقف خلاص. الابديت الوحيد اللي قدرت احمله اللي هو الرابع، تضغط تحميل من خلال متصفحك، راح يجيك مجلد مضغوط. لما تفك الضغط راح يجيك ملف التورنت، لما تحمله عن طريق برنامج التورنت راح يجيك كذا مجلد. لما تفتح المجلد راح تلاقي عدة ملفات مضغوطة، لما تفك طبعا ضغط الملفات طبعا تروح لمجلد واحد فقط وتسوي له استخراج، راح يجيك مجلد كذا. تفتح المجلد تروح على طول للتست درايف انليميتد 2 ابديت 4 وتشغله وتحدد، طبعا تضغط على موافق نيكست، تحط هنا اكسبت، تضغط نيكست، راح يحدد لك المسار اوتوماتيك. اذا شفت المسار يعني مو هو هذا المسار، طبعا اللعبة تثبت على البروجرام فايلز 86 مجلد اتاري بعدين مجلد اللعبة، وتضغط على نيكست وراح يثبت الابديت. بعد ما تثبت الابديت تروح على طول ناسخ الكراك، تروح لايقونة اللعبة اوبن فايل لوكيشن او فتح موقع الملف، وتسحب اللي هو الكراك وتتركه وتوافق على الاستبدال. طبعا اذا حبيت ثبت الابديت هذا شيء اختياري، ما شيء مجبر عليه، اختياري. تمام يا شباب، انتهينا من هذه الحاجات، راح نروح ونسوي لها ديليت. تمام يا شباب، التخزينة راح نخليها لاخر شيء اذا حبيت التخزينة. طبعا ايش اللي تسوي يا شباب؟ طبعا اول شيء تروح طبعا اللعبة لما تشغلها لاحظوا ما راح تشغل معك، راح يعطيك في ابديت يحمل، هو ما يحمل يعني، راح يكتب لك هنا في بالاخضر هو يحمل 1 جيجا بايت. لما تضغط بلاي ما يشتغل البلاي، فانت اغلق لانه ما راح تشتغل معك. اتبع الاتي، تروح الكنترول بانل سيستم اند سكيورتي، اللي عنده بالعربي طبعا يروح على نفس الايقونات، تروح للويندوز فاير وول، بعد كذا تروح للادفانسد سيتنج، تدخل عليه كذا، هذه الصفحه اللي نبيها يا شباب. تروح لهذا الخيار هنا، بعد كذا تروح لخيار نيو من هنا، بعد كذا اتبع الاتي، تروح للكستم او سوري تتركه على نفس البروجرام هنا، وتضغط على نيكست، تجي هنا وتحدد البراوز، تروح على طول مكان تثبيت اللعبة. طبعا اللعبة على الديسك سي المجلد بروجرام فايلز 86، اي ديسك انت ثبتت اللعبة روح على نفس المسار، وتروح على كلمة اللي هي او مجلد اتاري،
تروح على 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 اللعبة. لحظة شوي، هذا راح نحذفه. تروح لهذا المجلد، تثبيت اللعبة كان هنا، تفتحه وتروح على الأيقونة اللي هي يوبي لانشر. يوبي لانشر، لا تجل الأيقونة اللي مكتوب عليها تست درايف 2، تروح اليوبي لانشر، تنسخ الكلمة وتخليك انت مستعد. طبعا تسوي لها نص كوبي، بعد كذا تختار الأيقونة هذه. راح أعلمكم ليش أنا خذيت كوبي بدال عن تروح وتحفظ وتكتب وكذا. تحط الأيقونة هذه كذا عليها وتضغط على أوبن، حددنا المسار هذا اللي احنا نبيه، وتضغط على نيكست. الحين تروح لآخر خيار وتختاره كذا اللي هو بلوك ذا كونكشن، اللي هو راح نشغل اللعبة بدون الأونلاين. طبعا ما في أونلاين، لكن لازم ان نغلق الاتصال. تضغط على نيكست، تترك هذول نفس ما هن، تضغط على نيكست، تروح وتلصق الكلمة اللي أخذنا لها كوبي. هذه هي الكلمة اللي أخذنا لها كوبي، وتضغط على فينش وتغلق هاي الصفحة. وراح تلاقي نفس كذا اللي هي اليوبي لانشر، عليها علامة بالأحمر ما عليها صح، تمام يا شباب، وتغلق الصفحة. الخطوة اللي تسويها تروح وتغلق الانترنت. لازم انك تشغل اللعبة وانت غالق الانترنت، لان بدون ما تغلق الانترنت ما راح تشتغل. خلكم مركزين يا شباب، تروح وتشغل اللعبة كمسؤول. الحين كاتب لك مسج انه ما في انترنت كونكشن، يعني ما لازم انك تشغله عشان الابديت. فانت ايش تسوي؟ تسوي كنسل، لا تسوي اعادة، تسوي كنسل. راح يكتب لك بالاحمر انه ما في انترنت او انه بلوك على اللعبة. تضغط بلاي. اول ما تضغط بلاي تروح وتضغط، راح يقول لك do you want to play offline، هذا احنا اللي نبي نلعب اللعبة offline. تضغط على yes. لاحظوا الحين راح يشغل لنا اللعبة، وطبعا راح اشوفكم من داخل اللعبة. ننتظر شوي. has been launcher please use game shortcut. اوكي نشغل اللعبة ونضغط على cancel play play، بعد كذا نضغط على yes. الحين اللعبة اشتغلت. رجعت لكم يا شباب بعد ما اشتغلت اللعبة. طبعا اقطع التصوير، ما ابي اصور واللعبة تشتغل لاسباب تخص القناة. طبعا انا ايش الغلط اللي سويته؟ لو لاحظتوا اخر مرة المقطع ظهر لي مسج. طبعا انت ايش تسوي؟ لا تسوي الغلط اللي انا سويته. لما تشغل اللعبة كذا وتضغط على كنسل وتضغط بعدين بلاي وتضغط من هنا يس، لا تروح تغلق من هنا. لما غلقت من هنا ظهر لي مسج، لا تغلق، نزل الصفحة وراح تختفي بروحها. بعد كذا راح تظهر لك كذا. طبعا كيف تكبر الشاشة؟ تضغط على Alt وانتر مع بعض وراح تكبر الشاشة. بعد شوية راح يطالبك نيك نيم والاونلاين وكذا وباسورد. انت طبعا احنا ما نحتاج الاونلاين، تروح على طول للأوفلاين وتختار لك نيك نيم، اي نيك نيم. طبعا راح تحذفه بعدين اذا حبيت التخزينة، اذا حبيت تختم لحالك سجل لك نيك نيم اللي يعجبك وتضغط على اوكي. ننتظر شوي لحد ما تبدأ اللعبة. طبعا راح ننتظر المقطع هذا لحد ما ينتهي، ما يصير سكيب، ما في سكيب للمقطع. راح اعلمكم حاجة يا شباب كيف تركب التخزينة، وراح اعلمكم الحاجة اللي بعدها كيف تشغل يد اليد اللي انت تستخدمه، سواء سوني 3 سوني 4 اكس بوكس 360 او اكس بوكس 1، كلها في محور واحد. بس خلوا المقطع ينتهي او الفيديو يخلص وراح اعلمكم الطريقة يا شباب. طبعا الحين اول شيء راح اوطي على الصوت، خلونا اوطي قبل على الصوت، وراح اكلمكم واخبركم كيف ايش اللي تسووا فيه. طبعا اذا انت حبيت تتابع تختار الشخصية اللي تبي، اذا حبيت تختم تختار الشخصية كذا. الحين انا استخدم الكيبورد لان ما مفعل اليد. تختار الشخصية اللي تبي. طبعا اذا حبيت تحط التخزينة فالحين راح اعلمكم التخزينة. اول شيء راح نروح ونشغل اليد. طبعا تجي للاوبشن للكنترول على طول، بعد كذا تروح لتحت تنزل هنا هذا الخيار
اللي هو ديكتد ديفايس. طبعا الحين اعدادات الكيبورد اول ما تضغط هنا راح تغير من هنا على طول، راح يكتب لك اكس بوكس 360. حتى لو كان اكس بوكس 360 انت اي يد تستخدمها راح يكتب اكس بوكس 360. انا الحين استخدم اكس بوكس 1 وهو كاتب لي كذا، ما عليك اضغط على اوكي، تضغط يس موافق، وتضغط من هنا سيف او بكذا. خلاص الحين انا العب باليد، شغال اليد اوكي وما فيها اي شيء. لو تلاحظوا اول شيء اول ما تبدي هذا اسمك اللي انت استخدمته، وهنا الفلوس 27 يعطوك كدعم بسيط عشان تلعب بدايتك يعني في اللعبة. الحين لاحظوا راح احط التخزينة وراح نشوف المبلغ اللي راح يعطونا اياه. طبعا تضغط من هنا وتخرج من اللعبة، تروح على طول بالوصف راح تلاقي رابط تحمل، تنتظر 5 ثواني وتضغط على التحميل من هنا، راح يجيك مجلد مضغوط بهذا الشكل. لما تفك الضغط راح يجيك مجلد، تفتح المجلد تروح على طول للمستندات. طبعا هاي التخزينه في شخص حاطها في موقع تخزينات. تروح تفتح اي مجلد، تروح للمستندات، بعد كذا تروح لهذا المجلد، هذا هو تفتحه كذا، تدخل للتست درايف، تدخل للسيف جيمز، تروح حاذف هذول كلهم اللي هو البروفايل حقك، وتروح ساحب هذول وتحطهم هنا وتغلق الصفحات. وراح اشوفكم من داخل اللعبة على الاسم الجديد والمبلغ الجديد اللي راح نشوفه. يلا يا شباب، رجعت لكم يا شباب من داخل اللعبة. طبعا الاعدادات كلها راح تختلف، انت ترجع تسويها من يجي، لان الشخص اللي حاط التخزينة حاط اعدادات تليق فيه هو. فانت خلاص من تدخل هنا تضغط على ستارت. لاحظوا الحين ما راح يظهر لك بروفايل جديد وما جيل، على طول راح يشغلك من التخزينة اللي راح ترسبن في هذا المكان. لما تضغط الحين ستارت، الحين لاحظوا اسم الشخص طبعا ما تقدر تغيره. لاحظوا الفلوس الحين بعد ما كان 27 صارت كذا. طبعا تروح الاعدادات، تروح للكنترول، وترجع تشغل اليد من جديد لان الاعدادات غير من هنا، وتضغط على اوكي موافق، وتضغط على السيف، او بعد كذا تخرج تروح للفيديو اللي هو السيتنج، تروح للشاشة الفيديو وتغير من هنا طبعا على السايز اللي انت تستخدمه. انا استخدم اللي هو هذا وراح يتغير هنا 60 فيري فيري هاي. طبعا تضغط على اوكي، والحين راح يتغير الجرافيك، تضغط على يس، ومثل ما تلاحظوا هذا اللعبة شغالة. طبعا تروح على طول وتدخل للكراج وراح تلاقي السيارات. الحين راح اوريكم السيارات الموجودة، ننتظر الكراج طبعا راح يكون هنا. طبعا كل بيت ولا كراج معين، طبعا راح يكون هنا الكراج هذا هو، تضغط على اليد ايه، بعد كذا راح يدخلني الكراج. لو تلاحظ السيارات اللي معي طبعا اللي بالتخزينة، وتقدر تشتري اللي تبي والبيوت اللي تبي وتضيف وتسوي اي حاجة انت تبيها. طبعا تجي للسيارة راح يبين لك السرعة وجميع الاشياء. حبيت تفتح السيارة وتشوف كذا مثلا، تفتح الباب تشوف السيارة من الداخل، تنزل الجامة ترفعها، تبي تركب، تبي تجربها اول شيء قبل عن تستخدمها عادي. انتو ذا كار، جيت انتو ذا كار، طبعا تدخل للسيارة تشيك عليها. حبيت تضغط على ستارت، تشغل السيارة، تخرج وتسوق على طول السيارة. راح نخرج فيها الحين شوي وراح نجربها. هذه السيارة شغالة. طبعا تغير في الكاميرا، هذا كل شيء يا شباب. وصلنا للنهاية، اتمنى المقطع يعجبكم، حطوا لايك مفضلة، واللي مو مشترك يشترك لان القادم افضل باذن الله. اتمنى يكون الشرح يا شباب سهل، واي استفسار حطوا للكومنت وراح ارد عليكم ان شاء الله. واللعبة طبعا تستاهل التحميل، لعبة جدا ممتازة، وراح احط لكم بالوصف حجم اللعبة وكل شيء اللي تبونه راح تلاقونه بالوصف. وصلنا للنهاية يا شباب، واشوفكم على خير.